في ظل تحديات اقتصادية عالمية ناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى أزمات غذائية في كثير من البلدان، تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لتوفير السلع للمواطنين، وكذا توفير مظلة حماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجا لتخفيف تأثير تلك الأزمات. فهنا في الهلال الأحمر تجمع هؤلاء المتطوعون لتعبئة السلع الغذائية التي سيتم توزيعها على المحتاجين. 5000 كرتونة سلع غذائية يتم تعبئتها الآن تمهيدا لتوزيعها في كافة محافظات مصر. النهاردة عندنا تعبئة أكثر من 5000 كرتونة مواد غذائية ل 5000 أسرة. على التوازي برضو احنا عندنا دلوقتي في مجموعة في شمال سيناء بتقوم بتوزيع المواد الإغاثية على برضو الأسر لعدد 4000 أسرة. دي مكملة لسلسلة إمدادات المعنية بالأسر الأكثر احتياجا في المواد الغذائية. تحتوي الكراتين التي يتم تعبئتها على معظم الاحتياجات الغذائية للأسرة من أرز وعدس وسكر وزيت ومكرونة ومختلف السلع الغذائية. احنا طبعا الهلال الأحمر كان ليه دور مساند في ظل جائحة كورونا، رحنا المحافظات الصعيد كلها، قدمنا خدمات صحية وقدمنا أدوات حماية شخصية. فالنهاردة كمان بنساعد أهالينا في الصعيد بمواد غذائية كبيرة هنقدمها لكل قرى الصعيد. الكرتونة بتحتوي على عدة منتجات، منها مثلا المكرونات، الرز، الزيوت، بحيث ان احنا دي المواد الأساسية اللي بتحتاجها الأسرة المصرية في الوجبات اليومية العادية، بحيث ان احنا ما يبقاش فيه اي احتياج غير ملبى في المحافظات. من مختلف محافظات مصر جاء هؤلاء المتطوعون لتعبئة سلع غذائية ستصل الى المحتاجين في مختلف المحافظات، مهام يجد بها المتطوعون متعة كبيرة. طبعا أنا جينا النهاردة الهلال الأحمر المصري دعانا، هو الهلال الأحمر الإماراتي، عشان نعبي كراتين تكون للناس المحتاجة في مصر. كل الفروع مشتركة، يعني بنشتركوا مع بعض وبنعبوا مع بعض. هنا بنبعت للأسر المحتاجة، بيبقى العملية اتنين، احنا بنعبي وبنبعت للمدن التانية علشان توزع. عملية التوزيع سوف تتم وفق خطة زمنية عاجلة يتم خلالها الوصول إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.